رئاسة مجلس النواب العراقي تعلن استئناف أعمال المجلس يوم غد، والمحللون ينقسمون بين تأكيد انعقاد جلسة الغد واستبعادها لاعتبارات عدة. أعلنت رئاسة مجلس النواب عن استئناف أعمال المجلس يوم غد الثلاثاء، فيما دعت اللجان إلى عقد لقاءاتها المعتادة لتهيئة التشريعات اللازمة والضرورية بهدف إقرارها. وأكدت رئاسة البرلمان العراقي أن موعد الجلسة العامة سيتم تحديده حال انتهاء الاستعدادات التقنية والفنية الخاصة بالمبنى. المؤشرات كلها تشير إلى أن الجلسة ممكن تنعقد يوم الثلاثاء، هناك حراك سياسي على مستوى عالي، الأكراد ربطوا قضية عودتهم بالضمانات الأمنية وربطوا عودتهم بالقيادة السياسية، فلذلك عندما يتحرك السيد سليم جبولي بناء على مؤشرات إيجابية لكي يقنع القيادة السياسية، وهناك بيان للسيد عبادي بتجديد الحراسة على مجلس النواب وأيضا إعطاء ضمان بحماية النواب. في المقابل استبعد محللون حدوث انعقاد الجلسة المقبلة لاعتبارات عدة. ما زالت هنالك أطراف تقول سوف لا نحضر إلى جلسات مجلس النواب إلا بإعادة الاستقرار والشراكة الحقيقية، ومن ضمنهم التحالف الكردستاني الذي اجتمع أمس. اليوم هنالك أيضا الفريق الآخر من النواب ما يسمى بالثلث المعطل اللي هم 110 نائب. السيد المالكي اليوم دعا إلى أن يكون هنالك حضور ليس لجلسة رسمية وإنما جلسة حوارية ما بين النواب من أجل الخروج برؤية واحدة لاتفاق سياسي واحد، وهذا يدل بأن الجلسة القادمة سوف لا تعقد. وكان كل من رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دعيا أمس الأطراف السياسية إلى تعميق الحوار وبذل أقصى الجهود لتمكين مجلس النواب من استئناف جلساته الاعتيادية الموحدة.